النهارده في متحف لعب اطفال يما شوب عودناكم دايما على كل جديد وكل عروض التقسيط، وكمان عودناكم على الخصومات. يلا بينا تعالى نشوف. اولا معانا النهارده الموتوسيكل البي ام دبليو. موتوسيكلاتنا كلها ماركات وعلامات، تمام. اولا الاضاءات في العجل، الشاحن، وكمان الميوزك، الاضاءات الليد زي ما حضراتكم شايفين، وكمان عندنا التحكم كله في اليد. يعني احنا ما عندناش تحكم في الدواس، احنا بنجيب الاثنين مش حاجه واحده بس. معرض هيما شوب بتتميز بجميع العاب الاطفال للكبار والصغار، مش الصغيرين بس. وكمان عندنا كل حاجه، مراجيح، سكوترات، عربيات، موتوسيكلات، سكوترات كهرباء، شاومي ووينر سكاي، وعندنا البيبي فود واللعب الصغيره والسكوترات زي ما انتم شايفين، وكمان الاسكوترات العاديه والدخان، كل اللي بتحلم بيه هيما شوب. بس فريده من كل الانواع اللي بتحلم بيها، ده بيتك التاني، تقدر تيجي في اي وقت وتجيب اطفالك الاحباب وتيجي تنورونا في اي مكان في النزهه الجديده على محور جوزيف تيتو. يلا بينا تاني نتكلم على السياره المرسيدس. اولا وانت بتختار السياره طبعا لازم تكون المساحه بتاعه البيت عند حضرتك تقدر تنقلها من مكان للتاني، فلازم تكون العربيه حسب البيت عند حضرتك. اولا دي مساحه صغيره، عندنا منها كمان المساحه الكبيره، عندنا الحجم، عندنا البي ام، ودي طبعا المرسيدس. تعال برضو نشوف تاني البي ام. اولا احنا بنجيب المرسيدس والبي ام الوان غير العاده، يعني دي الوان بتبقى ميتاليك، الوان جميله جدا لاطفالنا الحلوين الاولاد والبنات. وعندنا كمان الجنود شكلها مميز جدا، والميوزك احنا بننفرد بكل جديد. وعندنا كمان السياره البي ام بننفرد بالعربيات المميزه، بندور على الاحجام الداخليه، تشيل فرد فردين، الوزن لحد كام كيلو، كل ده بندور عليه عشان لاجلك انت بس. عربيه 6 موتور مميزه جدا جدا من معرض هيما شوب، معرض مميز في متحف لعب الاطفال. عندنا عروض التقسيط، فيزه مشتريات، سهوله خزنه، وكل وعندنا فاليو وامان، كل اللي بتحلم بيه موجود عندنا بس. وعندنا موتوسيكلات، اولا الموتوسيكل الفيراري موتوسيكل مميز جدا زي ما حضراتكم شايفين. اولا كل تحكمنا في السرعه والاغاني، صوت طبعا نقدر نعليه، اطفالنا لازم يتمتعوا. وعندنا سكوترات شاومي ومراجيح للبيبيهات وكل اللعب اللي بتحلم بيها. معرض هيما شوب فريد من نوعه، وكمان احنا عندنا العربيات ونقدر برضو البازل وكل الكلام ده موجود عند هيما شوب، والمسدسات لحبايبنا الحلوين. وكمان تعالى اوريك المرجيحه، كلنا يا باشا حاجتنا كلها سهله النقل ونقدر نشيلها من مكان للتاني، موضوعنا كله بسيط وسهل. هيما شوب بتنفرد بكل جديد في عالم الالعاب، لعبه بسيطه جدا زي دي هتفرح اطفالك كلهم. معرض هيما شوب كل جديد تقدر تجيبه في بيتك من هيما شوب لاطفالك الحلوين. تنورونا في النزهه الجديده، تحت امركم في اي استفسار تقدروا ترسلونا على رسائل الصفحه او الارقام اللي موجوده عندكم، واحنا تحت امركم في اي وقت وفي اي مكان.